الاعتداء عليا من طرف مجموعة من مجرمين أو الشباب، ما عرفتش أنا اش غنسميهم. تقريبا دابا شي عام وشي شهرين أو لا قبلت الجائحة ديال كورونا. السبب تافه جدا، يعني ما كاينش شي حاجة اللي هي غادي بالدراجة ديال تيجي من حصة رياضية. حتى كنت فاجئ بشاب في عمره 18-19 سنة قدامي بدراجة هوائية، وأيضا كيتلاعب في الطريق. قلت له ودي ما تلعبش في الطريق. قال لي سوقك. قلت له راه طيحني. وقفتي بغيتي تضربني بغيتي تطيفي ودي سير في حالك. تدخلوا الناس هزيت الحجر، ما عطيتوش وقت، يعني تجاهلته. فواحد الفترة قال لي واخا بلاتي تغشوف. مشى خمسة دقائق انا ما عطيتش اهمية للهضرة ديالو. مشيت حدا إقامة الشرف عادي كيف العادة، كنوقف تماك مع هاد. حتى كيجي واحد 17 أو 16 واحد، ما عرفتش اش قال ليهم، انا ما تفهم ليا والو. كيف ما واحد وقف كدا قال لي هو هذاك، قال لي مالك مع هذاك. قلت له ودي حتى كيضربني الاول، بغيت نشوف الثاني شكون الاول شكون يضربني حقق فيه. حتى كتجيني الضربه من الثاني، الضربه الثالثه بكرسي ضربني العين، وهاد التصويره هنا الفوق حفظ الله الحمد لله ما نجاني الله العين، العلامه ديال الضربه. والرابع ضربني كروشي لا مشوار، شحال وانا كنسواني عليه. تتدخلوا الناس، اما دوك الناس ما كانوش بغاو يحبسوا من الضرب. انا خليتهم يتدخلوا الناس، خليتهم وانا عرفتهم من بعد. الغد كنسول، سولت شي ناس تماك عساسه، واحد العساس قلت لي المشكل، قال لي حبس غدخل هاد الزنقه هادي غتلقى اللي يديروا لك هاد المشكل، حيت راه هما اللي كيديروها ديما. فين تبعت المسطره ديالي، فعلا تحققت منهم ساكنين تم، ضربوني بالجمعه بالليل. السبت درت بيرمانانس، مشيت للكوميسارية بيرمانانس في طومه، قالوا لي تبعها في الدائره 3 في سيدي مومن القديم. مشيت درت سيرتيفيكا نهار السبت والحد، قال لي ما كدير سيرتيفيكا نهار الحد والسبت. مشيت درتها الاثنين، دفعت الدوسي ديالي الدائره 3 نهار الاثنين. يعني كنشوفهم يوميا، وانا اصلا انا استاذ في لاصال، ومبغيناش نطبقوا العنف. كاين دولة الحق والقانون، وبغينا الحق والقانون ديالنا. انا التجأت للقانون، دفعت للوكيل الملك، قالوا يتبعها في اناسي. وليت انا كنمشي لاناسي، هز الدوسي من اناسي يجيبوا الكوميساريه الدائره 3 عاجوا معايا لهنايا عندهم الساكنه ديالهم، وعطاوهم الاستدعاء. من بعد كتجي الام ديال واحد هذوك اللي شديت لي النمره ديالو اللي دعيته في اسمه، يقول لي لا راه ما كناش في راسنا هادشي، ما هادي. قلت له انا اختي ما سوقيش ولدك ما بينه وبين والو. انا قالت هاد السيده دجا كان غادي يطيحني. قلت لي لا، جاو كيضربوا فيا منهم ولدك. دفعتها لوزاره العدل، انا العين ديالي كانت غتمشي، لا مشوار ديالي شحال ولا كتسواني عليه، والناس كانوا حاضرين كيشوفوا كل شيء، حتى واحد ما قاد يشهد لانه قراب مع بعضياتهم في الساكنه. انا دعيت القانون وبغيت القانون ياخذ لي حقي. ديك تسمى جريمه، يعني انا باش تضرب في انسان ما داير لك والو، واخا نكون انا داير لك، جيبي لي حقي ودعيني للقانون. انا ما ضربت حتى واحد، وجاو الناس تعدوا عليا، انت كنطالب بالحق ديالي. كنطالب هاد الناس يتحملوا المسؤوليه ديال هادشي اللي داروا، اولا يتعتقلوا. اما باش يبقاو هكاك طالقين بشكل عادي، وانني خاصه فين سولت السيد قال لي كيف ما جبت مع الموضوع، قال لي دخل هنا راه غتلقاهم هما اللي كيديروا هادي ديما.